ثلاث ساعات من الزمن هو الوقت الذي استغرقه الحريق المهول الذي شهده ميناء سيدي فرج السياحي ليلة أمس، مخلفا العديد من الخسائر المادية. نور الدين بجاح. ليلة مغايرة تلك التي عاشها رواد مدينة سيدي فرج السياحية بعد أن ألهبت ألسنة النيران بواخر كانت راسية بميناء سيدي فرج. وإن كانت الأسباب الحقيقية لهذا الحريق مجهولة، فإن روايات شهود العيان تختلف. حديثة بروبلم جا من هاد الكابينة تاتريسيتي هاي لك، هادي ماشي مخدومة كاع مليح، هاي تشوف بينك لاستالاسيون تاتريسيتي ما كاش كاع صراتين مصل لهنا مع الريح اللي كان كاين تسطات البوابر تاع الناس. مع الريزرفوار تاع ليسونس شعلت النار تما. شعلت النار وهي حرقت كاع الماتريال تاع الناس. الأضرار كانت كبيرة، فقد وصل عدد المراكب المنحرقة 12 يختا بعد أن ساهمت الرياح في انتقال ألسنة اللهب. كانت فيها رياح قوية جدا، وكان يعني قرب القوارب فيما بينها اللي سهل انتشار الحريق، مع الذكر أيضا على نوعية القوارب اللي في معظمها مكونة من مواد سريعة الالتهاب. جلسنا على ذلك يعني فيه العتاد اللي كان داخل اللي سهل يعني اندلاع الحريق وانتشاره. عملية التحديد راهي متواصلة. فيما يتعلق يعني سير التدخل كانت فيه كل مرة أخرى صعوبة خاصة نظرا للرياح القوية اللي كانت مساء أمس. رغم هول الحريق لم تسجل أي خسائر بشرية، وكانت الكارثة وشيكة لو انتقلت ألسنة اللهب إلى محطة الوقود الخاصة بالميناء.